سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في حصتكم من القلب وان شاء الله الى القلب. ان شاء الله على فيديو تاع اليوم ما حاش تكون طويله كيما لا ديرنيير فوا، باش ما تكونش كوم من فيديو مملة. ماذا بينا نطرقوا لدي سوجي اللي يهمونا ان شاء الله، بصح يعني بفترات تكون يعني قصيره باش ما ندخلوش في باب الملل. كاين الناس اللي ما تحبش تسمع بزاف، سي با باسكو اني با انتريسي بار لو سوجي، نو سي باسكو ما elle est tellement nerveuse ومقلقه كو ما تقدرش يعني يعني احترام من هذه الفئه. نحاولوا اننا ما نطولوش توجور مع التربيه. وقبل ما نحكو على يعني الطرق اللي تساعدنا ان شاء الله باش نتصالحوا مع نفسنا ومع اطفالنا ومع اولادنا، نحكي لكم صارت لي مقبله واحد اللقطه، قلت والله غير نحكيها لكم تضحكوا شويه. مقبله انا كملت لا كويزين كامله، نقيتها ستيكيتها كل حاجه في بلاصتها، هو بكري الحمد لله كوم سي لو ويكاند. انا اليوم راني نحكي لكم، اليوم سي جودي ان شاء الله، وغدوه ان شاء الله باذن الله هاي اللي كتهبط لا فيديو تسمعوها. المهم كملت او باب ابري ان بوتي ماما، يعني وقت صغير هكا دخلت الكوزينه واش نلقى، لقى وليدي الصغير دخل لا كويزين، جاب لي جوي ديالو، عنده واحد جوي تاع كوكوطة صغيرة قدرة زعما فورنو كاسرونة، يعني هذه كملاحظة يعني صافي با لونتون دوموندا هاد لو جوي، بورتون سي ان غارسون، ودوموندا تكون عنده هذاك جوي تاع قدرة وطنجرة كوم دي في. اي با اون ايتي با كونتر، ما قلنالوش لا لا انت ان غارسون وعلاش تلعب بطنجرة وعلاش، يعني هذا يعني كمثال برك خليناه. ومن بعد كي يعني كي جا هذاك لو جوي لقى واحد المتعه واحد الفرحه، مالغري كو بتاتخ لو كان يعني يعني طاح في موقف مع ناس واحد اخرين تقولوا كيفاش انت ولد انا نمشي لك زعما كابوسه ولا نشري لك مثلا اون فاتور اون بوتيت فاتور، يعني نو انايا خليته يلعب به ويستمتع وينحي على خاطره. اي با لقيتو جاب هذاك الوسم وخرج لي واحد لي زاسيات، جاب لي سله تاع الخضره حطها، واش نقول لكم دي زورتر توتال. دخلت تو بروميي كو ايماجيني تكونوا كملتو كامله، والله غير جو سوي فاتيغي تو سا، باقا لي ماما عجبك الحانوت تاعي. خزرت قلت له هي ماما شحال الشباب، قال لي هاكي في الكاس داير الماء، قال لي هاكي ماما دوقي، قلت له صح ماما شحال بنينه، يعني وفرح هذيك يعني الفرحة اللي كانت في عينه. ألوغ لو كان حنا نحبسو مع هاد اللقطة، إيماجيني يعني هذه صرات لمون فيس أنا اليوم وأنا جيت حكيتها لكم فريشكا، يسمى ما عندهاش بزاف مني يعني صرات. لو كان يعني نقلبو الحكاية وإن ماما اللي سفرزت كلش وخلاص كلش، باك تلقى وليدها رونها كاملة وباك يضحك لها بهذيك الإبتسامة البريئة هكا ويقولها ماما عجبك حانوتي. ايماجين انا دوك في هذه اللقطه نود نسوغ عليه ونعيط عليه ونقول له ما شفتنيش من الصباح، بورتون والله راه كبير كامل شويه، يعني نوفمبر ان شاء الله يفا فيغ 6 ان. ايماجيني لو كان بديت قلت له ما شفتنيش وانا مخمل وعلاش درت لي هكذايا، بدا تخمم نعطي له اون بوتيت فيسي ولا كيف كيف، واش راح يحس هذا الطفل؟ يعني هو عقله الصغير استمتع بهذاك اللعب، دوك ما دارش فيا سكاره ما يعرفش لي جان. شوفوا بصح انا كي يعني توت سويت مع الاول كي نخلعت هكذاك، مي توت سويت جو مسوي غاترابي وتبسمت قلت له يا ماما حانوتك شحال شباب، عطاني ندوق زعما في هذاك الكاس ديالو صغير ورو دقت وقصرت معاه شويه وخليته خليته يستمتع. الشغل جمون فو معليش نعاودو، مي هذيك اللحظه تاع الفرحه تاع الطفوله ديالو الشغل نخدمو، مي هذيك الفرحة ما نقدرش نخدمها من بعدها، ولفت طفيتها فيه وخليت عنده كبت. هذا مثال يعني ان بوتيت اكزامبل، شوفوا مثال فريمون صغير، شوفوا هاد اللقطات شحال من مرة تصرى في النهار مع نو زونفون ملي يكونوا صغار حتى يكبروا. كيفاش نتعاملوا مع ولادنا؟ علاش انا نقول لكم دائما وسعوا خاطركم قد ما تقدروا، قد ما توسعي خاطرك. على بالكم بلي الام شحال مره قلت لكم كاين ام في الدار ترافاي با البراي في الدار، هي قاعده في الدار بصح هي في الحقيقه غايبه،
هاي ليكسبليكاسيون علاش غايبه، باسكو ماهيش في الميدان مع اولادها، متبعتهم بصغيره وكبيره. كيقول لك المتابعه والتوجيه راهو يكون من الصغر، والمراه اللي الدراري ديالها يعني تقعد معاهم تسمعهم، سورتو السمع، ميم يكومونس ادير يبدا يحكي لك دي تروك ديبيل هكذا تاع معليش سمعي. هنا كي تولي فيه ملي يكون صغير وانت تسمعيه ما يروحش لجهه واحده اخرى، يجي يحكي لك انت بسكي تخزري فيه وتخزري في عينيه، مالغري بوتيتر من داك تغيسي تخمي مي تخزري فيه كيعود يهضر. شوفوا برك نعطيكم ان اكزامبل، زوج حبابات كيقعدوا مع بعضهم وهذيك الحبيبه تنوضي تحكي لها باغ اكزومبل حاجه وجعاتك وتقعد تخزر في عينك وراهي تسمع فيك، شوفوا ديك الراحه هذيك، مالغري ما عندها ما تقضي لك مي عندها فن الاستماع. شوفوا هذيك الحبيبه تعود ما تقدريش كش نقولوا حنا تستغني عليها، بس على بالك بلي عندك انسانه قريبه عليك وكي تروحي ليها ماشي انت كي تهضر هي باغ اكزومبل تشوف الساعه ولا راهي ليك باغ اكزومبل تخلط في التليفون تاعها ولا على بالكم جست من هاد لي جست. شوف خزره زعما واحد يكون مهموم يهضر معاكم خزره برك يعني دي كونسونطريه. انا وحده ما نحبش الانسان كي نكون نهضر معاه يجبد مثلا تليفون ولا يعني بور ما هادي يعني فريمون يعني قله ادب يعني ما نكذبش عليكم. يفو فيغ تري اتونسيون في الحوار ولا انك خلاص فتي ديتي ديسيزيون بليك تقعدي مع داك الانسان زوجك كان ولا الطفل ديالك ولا حبيبه ولا جاره اعطيها من وقتك، سينو تو تيكسكوز من الاول ما مش با ديسپونيبل. اما تقعدي تهضري وما تخزريش هذاك الانسان في عينه ولا ما تخزريش وليدك في عينه وتخليه يسمى يحس بالاهتمام ديالك، تقعدي ديري دي جيست باغ اكزومبل تقعدي تخزري موراك ولا خلاص ميم تي بريسي ولا ميم باغ اكزومبل عندك اش حاجه من قله الادب انك تقاطعيه بهذه الطريقه. الوغ لا ولا قطعتي كلامه ودخلتي في سيجي واحد اخر هذاك يعني توب تاع قله الادب. الوغ قلت لكم المتابعه والحسن الاستماع للطفل ديالنا ولا للزوج ديالنا من عوامل النجاح، يعني من عوامل النجاح يعني لي مالغري تكون وهذه سانغيان افوغ افيك نيفو تاع القرايه ولا نو، انه قلبك كيفاش يكون كبير وكيفاش يكون حنين، كيفاش تجوزي هذاك لو ميساج. وفن الاستماع المرأة تكون مشغولة بالفيسبوك واليوتيوب والمسلسلات وأخبار الجيران القراب والبعاد والحكايات والروايات والأسواق والخرجة بلا معنى كاملة امبوسيبل تمد يعني امبوسيبل تابليكي هاد الشيء اللي أنا نحكو عليه. علاش فلت مني دنا الشيء كثروا صوالح وكثروا شوفات ويعني كل حاجة يعني مواضيع سبحان الله سلسلة في سلسلة. يفو اتخ ديسبونيبل وباك النتيجة راح تكون. هضرنا على المراهقة، المراهقة أنا يعني هذا مصطلح راهو مشهور يعني باش كيش نقولوا تفهموني، سينو أنا ما الإكسبيريونس تاعي ما شفتش ما شفتش يعني مراهقة يعني والحمد لله زعما دي تخيك لي يعني غاف جو توش لو با جوسكا مانتونون الحمد لله رب العالمين هذا من فضل الله. وأنا نقول أنه حسن التوجيه وأنك توجهي وتكوني على صلة بأصغر شيء مع أولادك، اسم تعرفي شاك ديتاي ماشي معناتها يعني ما تخليش الطفل ديالك خصوصية المراهق تاعك ولا والله صدقوني غير وليدي من يعني دوبي كي لي تي كومونسي افوار 12 ans 13 ans جي ريماركي حاجتو ما يحبش لي مسهالو صدقوني الي تي تري جون جو لو ريسبكتي حتار ما نحبش لي مسلو حاجتو خزانتو ما ندناش ونهار اللي نجي باش نطبقها استاذن. واش معناتها انا فابل نو باش وليدي يحترمني لازم نحترمو هذه هي. دوك تقولوا لي كيفاش ما باغ اكزومبل انا كي قلت لكم الخريب دراري صغار باش نعلموهم ما يسرقوش ما يرفدوش الحاجه يا اخي هاوليك انا نقول لكم الخريب سي تري امبورطون دراري كي يقعدوا يتربوا كيفاش نعرفوك باغ اكزومبل كيما حكيت لكم لا ديرنيغ فوا نخربوا لهم في الكارطابل تو لي جوغ ريغولييرمون تعرفي وليدك داير واش كان يدير في ليكول ولا كان يلعب ولا كان يقرا ولا كان يبيع الحشيش. وزيد دوزيامون تاني باش تشوفيه اسكو كيفاش نعرفوا ولادنا بدا يرفد يمس ولا ما يمسش،
اما كي يكبر يلزم نخلو له مساحه. ونهار اللي نحب نراقبه المراقبه تكون تري ديسكريت، بطرق غير مباشره، مع الاحترام التام لهذاك الطفل. انا بالنسبه ليا الاخوات اللي يقول لك انا وليدي يعني منطوي وما يهضرش بزاف وما ياخذ ليش الراي، هادو نتيجه تاع بتات غياب كان في مرحله ما في الطفوله تاعو. وليدك ربى شخصيه ويدرى واش كاين في قلبه اللي خلاته يعني النتيجه اللي لحق ليها دركا. سينو ماشي حتى ولا في عمره 16 ولا 17 باش تقولي انا وليدي يلي ليفري ا لوي ميم منطاوي باك ما يسمعش الهضره يشنف يرفد صوته يسمى. هنا انا بلا ما نعرف التفاصيل باين بلي ما كاش كونتاكت، باسكو كاين ناس كي تقولها حوري وليدك هي بوغ كي تقول له نوض تفطر اني شريت لك هذيك الحاجه باغ اكزومبل، يعني حاجات اللي تاع الواجبات تاعك هي بوغ بوغ هذاك هو الحوار. نو الحوار انك كي تقعدي في الطابله تاع الفطور ولا تاع العشاء كي يدخلوا من الباب كيفاش تيا باسي لا جورني ديالك وليدي سافا، كي يبدا يشتكي لك ما ديريش دي جوجمون اسمعي حتى الاخر، كي يغلط لازم تكون قلبك رحيم وتسمعي هذاك الولد ديالك تري بيان وخلاص ما مغلط كي في ديري بيان في بالك يغلط وليدك خلاص معناتها صرات وكملت. خمي في الحلول ما تقعديش تنبي وتلكي وتعجني والمعايير هذه كاع طريقه خلاص ما امبوسيبل. ميم ولا مشات معاك بوغ ان مومون باك يعني ديري بيان في بالك بلي هادشي راح يولي ضدك. شوفوا يا تيلمون دو شوز اللي نهضروهم على المراهق وعلى التربيه تاع الاطفال ديالنا كو راني جو سوت دو كوكالان. كاينو سي تانيك يعني من الاساسيات اللي ننصح بهم الاخوات، اياكم واياكم وثم اياكم. ولا عندك مشكل مع الزوج ديالك مشكل معاه ولا مشكل تاع ماديات مثلا عندكم ازمه ديون وتسمعوا ولادكم بهذا الشيء، ما تخليش الطفل ديالك يرفد مسكين على الكاهل ديالو يعني على كتافه مشكل مسكين و يبا ريان فار بور توا. تي دوكي تقول له احنا عندنا الدين مثلا يعني ان اكزومبل، انت كي انت والزوج ديالك كنت تمروا مثلا بمراحل راكو كراين وما كاش مثلا دراهم، نعطيكم امثله من الواقع يعني يا كاين مليان اكزومبل مي هذا المثال اللي جاني دوك في بالي. تقولوا مثلا عندكم وتبداو هذوك الدراري وحنا عندنا الدين وانتم راكو هكذا، ومن بعد كي الريكلام مثلا هو يجي لك يقول لك شي لي مسطرة طيري فيه تقولي له حنايا هذا ان اكزومبل اخي حنا رانا في الديونات ومنا وداك تحوس لي على هكذا ولا يدوموند حاجه من الحق ديالو اوتون كطفل، انت تبداي تجبدي له حكايات والروايات تاعك وتحمليه مسكين تخليه يرقد مقنوط، ومن بعد انت في بالك خلاص كي تنفستي هو يشدها في قلبه كل حاجة مشكلة وصرا مع لوستك مع جوستك مسكين هو يشد هو باك يولي منطاوي يولي خلاص الدنيا تكحليها له في عينه وانتي ما كيش جايبه خبر. ألوغ إيفيتي مشاكلكم المادية ولا مشاكلكم النفسية ولا العاطفية ولا سكو فو فولي تسيو تحلوهم بعاد على لي زونفون، خلوهم يعيشوا الطفولة تاعهم نورمال، خلوهم يعيشوا يعني السن تاعهم وهما في يعني في في في, في أمن سكينة. ولا مثلا عندك مشكل مع الزوج ديالك ممكن تحبي تداوسي ولا تحبي تتحاسبي ولا ماشي في الحضور تاعهم ماشي على مسامحهم الطفل، باسكو على بالكم معادله انا بوغ ما سي كوم لي مات واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما تجيبيليش خمسه زائد سبعه تقولي لي اثنين سا بو با مارشي، ماشي هذا هو الحساب. انك توفري جو تاع سكينه في البيت قبل للطفل، كنتي خدامه ولا قاعده في الدار هادوك الدراري تعطيهم وقتهم، واش تعطيهم وقتهم لازم انت تكوني ديسپونيبل، ما تكونيش في راسك الف مشكل مع ما راسك في جيراني قالك همي وهم دائما نقولها لكم همي وهم جيراني حتى فناني، مع ما راسك بمشاكل تاع بنت خالتك وتاع اختك وتاع جارتك وتاع بنت عمتك، وخلي اليوتيوب يجبد والفيسبوك يجبد وسناب المهم والبوليتيك يجبد ومن بعد تيك نقول لك راح يقعدين تقولي امبوسيبل مستحيل. اما كي تنظمي روحك
ويعني تليميتي العلاقات تاعك مع الاخرين على اجل التربيه تاع الاطفال ديالك، باسكو ديري بيان في بالك راهي مرحله، اون فوا تخا هذا كي تحت في الرايه ديالو سي بون، باك يقعد توجيه ويقعد مراقبه من بعيد ومع الدعاء والاستغفار وربي التعب ديالك وشقى ديالك جامي ربي يعني ما حش يروح هباء منثورا. هدايا هد يعني هد هد العقليه هذه اللي انا نحكوا عليها اليوم تنطبق على الطفله وعلى الطفل، ولو ان الطفله يعني المراهقه انا نقول عندها يعني سوجي واحد اخر يعني معامله خاصه من طرف الام، نهضروا عليها ان شاء الله اون اوتر فوا. مي هاد العموميات اللي حكينا عليهم اليوم انك تحدد ما تدخليهمش في المشاكل تاعك، مثلا ما كيش متفاهمة مع عمتهم ويعني مع لوستك ولا مع جوستك ولا مع كاكان دو لا فامي وخلاص عندكم مشكل كبير بيناتكم، سي با لا بان تسمعوا دراري هما يسمعوكم ساكن ما عندهمش الاستوعاب تاعكم، قلبهم يتقنط ويماجيني هذه دنيا شحال من مشكل شحال هما نو نسمع ولادي واش لازم يسمعوا ونسمعهم اكثر من اللي نبدا نهضر انا. هذه هي ان شاء الله النقاط تاع اليوم كانوا واضحين بالنسبه لكم، وكل وحده تقعد وتخمم يعني كل وحده عندها مشكل باسكو اون بو با رونتري في كاع لي ديتاي، كل وحده ولو كا تاعها. بصح قبل ما تجي تقولي لي انا وليدي عنيف عنده العنف وما ياخذش الراي الي انسولون ويهضر منا، قبل ما تحكي لي انا كي تعطيني في نتيجه اعطيني الاسباب. امبوسيبل طفل عطيتي له الرعايه وكنت يعني منتبهة كونسنتري معاها كنت تراقبي فيه وعطيتي له كاع واش لازم تلحقي وين لحقتي لدركا؟ مستحيل. كاين يعني امهات تحط لونفون ديالها قدام لا تيلي بالسوايع وهي راهي يا اما شغل الدار يا مع البوليتيك يا خلاص مسكين برونشي غير مع هذيك الخلطه اللي يشوف لي كولور هكا كيزغدو اش 24 وهو خلاص الحالة حامية وباكي يخرج لك الواقع يابليكي واش كان يشوف. تي كسب في الدقيقة يقعد وليدك قدام ميكي تاع هادوك الميكيات تاع دركا يقعد في النهار بالثلث سوايع اربع سوايع واش سنيتي منه بعد؟ يعني هذا باش يعني نقول لكم باللي النتيجة اللي نلحقوا ليها يعني من صنع ايدينا حنايا. بصح سكي بيان سكو سوني جامي ترو تار بور بيان فيغ، جامي نقولوا طفرت خلاص. وقت ما وعيتي وعرفتي وين راهو المشكل قد ما كان احسن يعني سا بو سغاترابي. وها هو ديك الفرق ما بين التربيه تاع زمان والتربيه تاع دركا. كانت الام زمان عندها غير هذا الشيء ما عندهاش بزاف القربتش في الدار بس ما كانش الشريان الدراهم كانوا كاينين بصح كان كاين المونوبري كان ما كانوا كيخرجوا ما عندهمش وش